بدأ في مختلف مناطق ومحافظات المملكة موسم قطف وعصر الزيتون، حيث يشهد هذا القطاع تطورا مستمرا بوجود معاصر حديثة لزيت الزيتون منتشرة في كل المحافظات. نورسات قامت بجولة على مزارع الزيتون ومعاصر الزيت وأعدت التقرير التالي. للأردن مع شجرة الزيتون قصة عشق أزلية، حتى أضحت رمزاً من رموزه الوطنية تعبر عن ارتباط الأردنيين وتعلقهم بهذه الشجرة المباركة. وموسم قطاف الزيتون يعتبر بالنسبة لهم عيداً يفرحون بقدومه ويعدون له العدة ليجنوا ثماره الطيبة ابتهاجاً بحلول هذا الموسم. ويرى كثير من أصحاب المزارع أن الظروف المناخية للأردن تساهم في تحسين المنتج الثمري للزيتون وزيادة جودته ونوعيته ووفرة كميات الزيتون لهذا الموسم، مما يشير إلى بيع كميات كبيرة من الزيت بأسعار مناسبة للجميع والحفاظ على سمعة المنتج الأردني من زيت الزيتون. هذه السنة من دون السنين وموسم الزيتون والزيت 100%، والحمد لله على نعم الله، الخير كثير والزيتون كثير والزيت كثير، حتى نحن ونحن نقطف في الزيتون خير الله من السماء نزل علينا وإحنا نقطف بالزيتون، والحمد لله على نعمة الله التي أنعم علينا بها، والحمد لله رب العالمين. الزيت كثير والزيتون كثير والخير كثير، والموسم هذا أحسن من جميع المواسم السابقة لأنه معبي السوق، والخير كثير والزيتون الخير كثير، من النبالي للبلدي للسوري متوفر بالسوق، متوفر في هذا البلد، متوفر في بلد أبو الحسين حفظها الله ورعاه. كلمة واحدة للتجار، يحطوا مخافة الله بين عينيهم وخلوا الناس اللي عقد الحال يذوقوا طعم الزيت البلدي، حرام عليهم يحرموهم منه، ليش نجيب زيت وزيتون من بلاد برا والخير عندنا؟ وتشكل زراعة الزيتون بالنسبة للمزارع الأردني مصدر دخل هام له، وهي من الزراعات المتقدمة على مستوى المنطقة، حيث تبلغ أشجار الزيتون المزروعة حاليا في المملكة حوالي 25 مليون شجرة موزعة على مساحة تبلغ نحو 2 مليون دنم، وهي مساحة تشكل نسبة كبيرة من المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة، كما أن حجم الإنتاج للموسم الحالي أفضل من الموسم السابق، حيث يتوقع أن يصل إنتاج الزيتون هذا العام إلى نحو 200,000 طن، وتنقسم كميات الإنتاج إلى 50,000 طن سيجري كبسها وتخليلها، و150,000 طن ستعصر وينتج منها زيت الزيتون عالي الجودة بشهادة كافة المواطنين والمقيمين. بشوف أنت ما شاء الله الشجر عروقه بدأت تنكسر من الحمل اللي فيها، وما شاء الله عليه، وعصرنا قبل يومين ما شاء الله، يعني كانت نسبة الزيت في الزيتون ممتازة جدا ما شاء الله عليها، خير كثير ورزق كثير والحمد لله رب العالمين. هذه نعم الله سبحانه وتعالى اللي أنعم على هالبلد فيها بقيادتها الهاشمية، ونشكر الله عز وجل إنه إحنا بنتمتع في هذا البلد بالأمن والأمان والاستقرار والخير اللي بيعم علينا كثير دول بتفتقر إله في المحيط وغير المحيط. يعني موسم استنادي أحسن من العام اللي فات والحمد لله رب العالمين. ويبدي معظم المزارعين التزامهم وتقيدهم بالتوجيهات الرسمية التي تنصحهم بتأخير القطف لغايات العصر، حيث أن التأخير لمثل هذا الوقت خاصة في المرتفعات الجبلية يرفع من نسبة الزيت ويقلل من الحموضة ويحافظ على نوعيته ولونه.
كما أن القطف المبكر لا ينصح به كونه يقلل من نسبة الإنتاج لنحو 10%. ويؤكد مسؤولو المعاصر المنتشرة في المملكة والتي يصل عددها إلى 135 معصرة أن إنتاج الزيت المتوقع لهذا العام يبلغ حوالي 27,000 طن، وهو مستخلص من 200,000 طن من إجمالي ثمار الزيتون. كما أن المعاصر الأردنية القائمة تعمل وفق تقنية عالية في مجال صناعة زيت الزيتون ووفق نظام الطرد المركزي المتبع في الأنظمة العالمية الحديثة. طبعا احنا بننوه دائما الى اخواننا المزارعين والمواطنين اللي بلقطوا الزيتون انه يلقطوه بالايدي او بالالات الاوتوماتيكية وما يقوموا بضرب شجرة الزيتون بالعصا حتى ما نخسر غصون الشجر الى السنوات القادمة. الزيتون بيجي عندنا بدخل في الجرن بنقله الزيتون بواسطة ناقل بلاستيكي الى الشفاط بشفط الورق ومن ثم الى المغسلة، بنغسل الزيتون جيدا ومن ثم بيطلع في لولب الى الجاروشة بتكسر حبة الزيتون من 12 الى 18 جزء ومن ثم بيدخل الى المكسر اللي هو الخلاط، بتخلط الزيتون من 45 الى ساعة حسب نوع الزيتون ومن ثم بنتقل الى مادة الى مكبس اللي بيسموه سنترفيوج اللي هو الطارد المركزي اللي احنا بنسميه بلغتنا العامية المكبس، اللي بيفصل الجفت عن الزيبار اللي هي مياه عصر الزيتون وزيت الزيتون، ومن ثم زيت الزيتون بيطلع على الفرازة. الفرازة بتحتوي على 92 فلتر وكمان هي طارد مركزي ومبدأ الكثافة، فبيطلع عندنا الزيت صافي 100% وكأنه نور. المواسم كل سنة احنا بنعرف انه موسم غلال وموسم شحيح. العام كان الموسم شحيح ولكن كانت النسبة عالية جدا. السنة موسم غلال ولكن نسبة الزيت راح تكون أقل، لأنه حب الزيتون راح يتوزع على الشجرة، فالنسبة هي نسبة العام مع نسبة السنة. لو حسبناها أنه 100 كيلو ل 75 كيلو الثنتين راح يعطيك نفس كمية الزيت، فهذا راح يعكس السنة على سعر الزيت، لأنه العام وصل سعر الزيت من 90 إلى 110 وهذا كان كثير على المستهلك. ويشار أن الأردن ينتج زيت الزيتون بمواصفات تضاهي الأصناف العالمية، وهذه بركة ربانية لبلادنا المقدسة، فضلا أن علاقة الأردنيين بالزيتون علاقة وجدانية تشكل فرحا كبيرا لهم خلال الموسم، ولأجل ذلك يحيون له طقوسا شعبية تدون في المؤلفات التراثية.